السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في تمام الصحة والعافية. إخواني أخواتي، خليوا لي اللايكات وخليوا لي البارتاج وكتروا لي التعليقات. بغيت نشوف التعاليق، أعطيكم الرضا والستر اللي ما يبلى ولا يخسر. إخواني أخواتي، انتم شتوا لي مثلث برمودا، ها شتوا لي مثلث برمودا والعروض زباط، العروض زباط، وحنا في اشهر حرم، حنا في شعبان، في الاواخر ديال شعبان ومقبلين على شهر المغفرة والشهر ديال الصيام والقيام وشهر رمضان، شهر المغفرة عباد الله، والعروض زباط، كل شيء هو هذاك محطوط، كل شيء مرسوم، كل شيء مرسوم على مصاصط هما هادوك. يا ولي استغفر الله العلي العظيم على الشوهه، اويلي على الشوهه. واش تي كتحشمي ولا ما كتحشميش؟ انا بغيت غنعرف واش تي كتحشمي، عندك علاش تحشمي ولا ما عندكش علاش كتحشمي؟ هالبوط ميني بوط، يا ويلي وعلى اللي لابسه الميني بوط. ما كتحشميش، ما احترمتي شعبان، ما احترمتي رمضان، ما احترمتي العواشر هادي، ما احترمتي تقولي عوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي كيشوف فيا، ولا كتعرفوا قال الله وقال الرسول عوقتاش بغيتو. كتعرفوا قال الله وقال الرسول عوقتاش بغيتو، وقت اللي قالها لكم طانطو تاع مخاخكم. ادويه هاي ولمس القمه، ونمس القمة، واللي تاكل وما تشبع، اي اللي تاكل وما يبان عليها. يا قولي ليا اش هذيك الحاله، الميني بوطو تصمطتي، البزاول كاع شناهم، رئيس الجزائر كاع شناه هكاك مصمط. بغيت غنعرف اخواني اخواتي، هاد الفيديو بلس 18، الله يعطيكم السر، هذا الفيديو بليز 18، اللي ما بغاش يسمع الكلام اللي ماشي هو هذاك يدير واحد مولايا الكاسك على ودنيه. هو خوتي هادشي راه بزاف، ما بقاو يحترموا عواشر، ما بقاو يحترموا اشهر حرم، ما بقاو يحترموا رمضان شعبان، ما يحترموا عباد الله، نقيونا العروض الزباط، العروض الزباط. هاي صمتوها وعطيوها للكاميرا، يا كتكسول على عباد الله بداك اللبس المشوه، بداك اللبس الفاضح. يا اختي من تصمتي لديك الدرجة وعريتي على مصاصتك، وتي حيدي نزلي داك السروال وحيدي داك الميني بوط تا هو، ايوا طلعي لينا سولو، طلعي لينا سولو، مني ما كتحترمي عواشر، ما كتحترمي عباد الله، عاك تصمتي وتعطي العباد الله يتفرجوا وتقول لك احب قوتي، تي هذه هي القوه، هي تعريها وتعطيها للكاميرا، هذه هي القوه عندكم. القوه هي تستري وتلبسي شي جلابه العواشر هذه، وراكم قهرتونا بالفتان، قهرتوا عباد الله وقهرتوا الوالدين، فتنتوا ليهم بناتهم وفتنتوا ليهم ولادهم، كتعراو ولاد عباد الله كيبغيو يقلدوكم. ها ما بقات لا حيا ولا حشمه، ما بقيتي تحترمي حد، كون احترمتي راسك وتستري راسك كان غيكون حسن، لان القوه ديال بصح في الشخصيه وفي الاحترام وفي التقدير، ماشي في الحوايج. هذا راه الشهر ديال الغفران، هذا شهر ديال المغفره، ديال طلبي سيدي ربي يسمح ليك على ما درتي، طلبي الله يسمح لك ويتوب عليك على الكباريات اللي كنتي تباتي وتقيلي فيهم، ها ودوزي على قراعي ديال الشراب، طلبي الله يسمح ليك. ماشي تلبسي وتصمتي على مصاتك وتصمتي على المفاتين ديالك وتعطي العباد الله يتفرجوا، اش هاد الشوهه؟ وحنا في شهر المغفره، في شهر القيام والصيام، في شهر رمضان، ما احترمت عواشر، ما احترمت حتى شي واحد، السيده ثابت، ثابت. اتي الناس في هاد العواشر وفي هاد الوقيته كيلبسوا المحترم، كيضربوا لك جليلبات، الناس كيلبسوا اللبس مستور واللبس محترم. اتي بغيت غنعرف انا واحد الحاجه، الرجال اللي عندكم في داركم بخير عليهم؟ لاباس عليهم؟ كلشي هو هذاك؟ ياك بعدا باقي عندكم الرجاله في الدار، عندكم الرجاله ولا نقارضوا؟ انا بان ليا من هاد التصاور هادو عندكم الرجاله وقيلة ما بقاوش، نقارضوا عندكم الرجاله، ها كلشي سكرتوه مع البيبان وبقيتو تزبطوا على عباد الله في اشهر عظمى، يا ربي السلامه، في شهور عظيمه عند الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ورا خوتي ما كذبوش اللي قالوا بانه قبل انك ما تنوض تقنع الراجل على ان المراه ماشي غير جسد، راه خاصك تقنع المراه هي الاولى بعدا على انها راه ماشي غير جسد، لان هاد خيتي هادي
راه كتشوف راسها جسد، كتشوف راسها جسد مادام انها كدير هاد الاغراءات، هاد الاغراءات الجسمانيه ديالها، وكتباهى بالفورمه ديالها اللي نافخها من اليمين وعاوده على اليسار، ما كاينعرف فوق الفوق 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 من الوجه من الفوق ومن التحت. يا ربي السلام، اش هاد الحاله؟ والله الا قالت لك احب قوتي، قوتك حبيبتي السر ديالها هما عمليات التجميل، عليك تفشي من هنا وتزيدي من هنا وتنفخي من هنا وتعاودي تقمقمي من هنا، هذه هي القوه ديالك. القوه ديالك هي الاطباء اللي كتقصديهم واللي كيزيدوا لك من الجناب ويعاودوا يزيدوا لك من اللور ويزيدوا لك من الحناك، هذه هي القوه ديالك اللي كتباهي بها على عباد الله، واللي فرحانه بمصاصتها وفرحانه برئيس الجزائر اللي زيرتي عليه وعطيتيه لعباد الله يتفرج، زيرت على المفاتين ديالها وعطات لعباد الله تفرج. القوه ديالي هو عجبينا بالقوه ديال الدماغ، عجبينا بالقوه ديال الدماغ والقوه ديال الثقافه والقوه ديال الرزانه والقوه ديال ماشي قوه الكلاخ، ماشي القوه ديال الكلاخ، القوه ديال الخلفيه السيليكونيه. راه كاين فرق بين القوه الجسمانيه والقوه في الدماغ. عجبينا بالدماغ، عجبينا بالترابي والاخلاق والاحترام، عجبينا بالقوه هي انك تحترمي هاد الاشهر العظيمه عند الله، احترمي شعبان وتحترمي رمضان وتحترمي هاد الشهور اللي عظام عند سيدي ربي الحبيب. هذه هي القوة، هذه هي القوة اللي تبهري بها عباد الله وتسيطري بها على المراهقين، تأثري بها على الشباب المغربي والمراهقات اللي كيتابعوك. هنا لا قلتي بها انه عجباتك القوة ديالك، هنا نعطيوك بوجور ونقولك تبارك الله عليك، ولكن بزاف عليكم القوة، ما كاين على الفراغ الفراغ الفراغ، الفراغ في الدماغ والفراغ في أي حاجة اللي هي معقولة. والأخت ترى القوة راه ماشي عكور وشعور وعطار، القوة أخلاق ومبادئ وقيم. أما هادشي اللي قاعدة ديري فيه دابا كاسيات ونعاريات، حيدي دوك الحوايج علاش لبستيهم انتي أصلا، راك خرجتي على السيطرة بزاف وعاد. إلا جات على القوة فراه القوة قوة الدين والأخلاق والحشمة، أما تي واخا ما عرفتيش شنو تلبسي يا حبيبتي، ما عطاوكش ما عطاوكش، وعييتي بالفيس أب، عييتي بالفيس اب، ديك لابليكاسيون اخواني اخواتي ديال الفوتوشوب راه ولات بالفلوس، كيعطيو الفلوس باش انهم يديروا داك الفيس اب، داك التطبيق باش كيقادو التصاور يخرجوا من هنا ويقادو من هنا. اما الحقيقه ديال هاد بوصمه وراتها لينا شوف تي في، الله يخلف عليها والله يكثر خيرهم اللي وراونا الشعر المزيت والوجه اللي عامر بالحبوب بحال كرش تبيبي، ايوا لين انساوها فيك شوف تي في. اخواني اخواتي خلوني نمشي في حالتي ندوزو بخير، عواشركم مبروكه من الصباح حتى لدروكا. اخواني اخواتي لنا الخبر ولكم التعليق، عطيوني الراي ديالكم على هذا الشو على هذه الفضيحه، وما قديتش يا اخوتي نسكت، واش نشوف العرى؟ نشوف العرى قدام عينيا، هذا هو التسلقيط والتصوب بسيط في السوشيال ميديا، الناس ما بقاو يحترموا عواشر، ما يحترموا رمضان، ما يحترموا شعبان، ما يحترموا شوال، ما يحترموا اشهر حرم، شهور عظيمه عند سيدي ربي الحبيب، وبنادم كيتزبط ويتعرى علينا، ما عندكم رجاله، ما عندكم اللي يحكموكم، لا حيه ولا حشمه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي خليوني نمشي في حالتي، يعطيكم الستر اللي ما يبلى ولا يخسر. الى هنا انهي حلقه اليوم، دوزوا بخير والسلام عليكم.